التي يرتكبها الدعم السريع والنخوة الواجبة التي يجب أن يقف كل سوداني أصيل في وجه هذه الجرائم المحضة، بعيدا عن المواقف والمحاكات السياسية التي يتحدث فيها هذا الرجل، ولكن إضافة التي أقولها، هو الآن يتحدث من منصة مؤتمر تقزم أو تقدم التي قالوها. أول ضحايا هذا المؤتمر، هو الآن يريد أن يعني يتذاكى ويتحدث عن الحكومة، وأنا في ذهني الآن عدد من النقاط التحدث. أول ضحايا هذا المؤتمر هو علاقته الشخصية بأخوه عبد الرحمن المهدي. عبد الرحمن المهدي قال أخوك إن وقف مع الميليشيا هو عدوك، وهو الآن يتحدث عن يترك هذه ولا تمسه من لماذا؟ هو هل هو غايب عن الوعي، أم أن هنالك دولارات أمليت عليه وهنالك كروت أمليت عليه؟ الشيء الثاني، أخته التي هي معه في قحط، مريم الصادق المهدي، تحدثت في هذا المؤتمر وقالت وقاطعت هذا المؤتمر وشند عليه من الهجوم. هذا داخل بيته هو شخصيا، مواقف سياسية دعك من كل الجرائم التي يرتكبها الجنجويد، حتى على مستوى الذكاء السياسي والاجتماعي داخل بيتك وداخل أسرتك أنت يا الصديق المهدي، أنت الذي ذكرت للسودانيين نحن نهندس حياة السودانيين ومستقبل السودانيين وحدنا. بهذه العقلية هو الآن يفقد أخوته وأشقائه من داخل البيت، ويأتي ويتبجح ويتحدث بهذا الشيء. نعم. ليس ذلك فحسب أخي الكريم، بل أشد من ذلك، وأنك حتى الحزب الذي هو الآن يمثله، هذا المؤتمر شق الحزب كما لم يشق من قبل، واجتمعت هذه اللجان الرئاسية في هذا الحزب وأصدرت بيانا وعينت رئيس، كلفت رئيس، عينت رئيس مكلف بسبب هذا المؤتمر. إذن هذا الحزب، هذا المؤتمر شق الحزب نفسه من أعلى المنصة. أترك الجنجويد وأترك الجرائم، لكن حتى المواقف السياسية المتعلقة بهذا المؤتمر نتائجها أنها بعد أن شقت البيت الكبير، بيت الإمام الصادق المهدي عليه الرحمة والرضوان، فإنها ورحمة الله عليه لم يحصن بيته ولم يحصن أبنائه، ونحن الآن نجدهم أن هذا يقف مع القوات المسلحة في الخطوط الأمامية، موقف الذي يشبهه ويشبه أبيه ويشبه جده، وأما هذا يقف مع الميليشيا هنالك في كل المحافل. انشق البيت من الداخل، ثم انشق حزب الأمة وأصدر البيانات، وقال حزب الأمة في هذا المؤتمر ما لم يقله مالك في الخمر. وحزب الأمة الآن على وشك أن يفصل حتى رئيسه المكلف السابق هذا، لأن الذين مثلوا الحزب وتقدموا لتمثيل هذا الحزب تم اختيارهم، وهذا من بيانات الحزب، تم اختيارهم بطريقة عشوائية وبطريقة إقصائية للآخرين، بل أن لم يكن هنالك توافق حول أجندة هذا المؤتمر. من داخل الحزب لم يكون هنالك توافق لمشاركة الحزب نفسه، ولذلك حينما اختلفوا داخل الحزب وتم وانشقوا داخل الحزب، ذهبت كل طائفة تبحث لها عن نصير. هذا الذي استنصر بالميليشيا وذهب معها في هذا المؤتمر، وتظل الآن مريم الصادق المهدي في القاهرة ترفض وتتحدث، وأخوهم الآخر في الثالث في الخطوط الأمامية يدافع عن شعبه ويقف مع جيشه. هذا من الدخل، بل أخي الكريم حتى على مستوى النسابة والعدلاء الذين تزوجوا بنات الصادق المهدي الاثنين، منهم وأذكر تحديدا الغالي والواثق، منهم من يقف الآن في أديس أبابا مع هذه الميليشيا، ومنهم من يقف ضد هذا المؤتمر ويطعن فيه ويطعن في الطريقة التي تم فيها اختيار، ويطعن في مريم الصادق المهدي بكل شجاعة. قالت أن الدول الطامعة التي تطمع في السودان والتي استغلت هذه الحرب وتمولها وذكرت أن التقارير الدولية ذكرت الدولة الأمارات العربية المتحدة بالاسم. الآن هذا كلام مريم، انظر ماذا يقول أخوها. هذا الرجل الآن يقف مع حمدوك الذي هو يسكن
هو وأسرته في الأمارات ويتم التمويل في الأمارات، والأمارات هي التي الآن تتحكم فيهم جميعا وتتحكم في المشهد، وفضل الله بربا ناصر نفسه يذهب ويحج إلى الأمارات. قيادات قحط المركزي وتقدم هذه تتغزل في قيادة الأمارات وتقول أننا نثق في قيادة الأمارات الحكيمة. هذا عندما استعرض الحارس مندوب السودان في الأمم المتحدة كل الأدلة المهنية والبراهين التي تثبت تورط هذه، وحينما تحدث ياسر العطا وحينما تحدث الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة وعرض على الإعلام الآليات العسكرية التي تم صنعت في الأمارات وتم يعني تغنيمها من الحرب من كل ذلك. هذا أخي الكريم أرجو يعني صراحة هذا الشيء يعني يحرك في القلب. كما شقهم الاتفاق الإطاري سابقا، هم لا يتعلمون شيئا ولا ينسون شيئا ويمضون وكأن هم يعني صم بكم عمي لا يستطيع أحدهم أن يجلس ويتريث ويحاسب نفسه على شيء، يخطو ويكرر الخطأ ألف مرة كما كررها في الاتفاق الإطاري الآن وكما كررها في قحط. الآن يحولون ويغيرون كل ذلك بأسماء جديدة، نفس المنهج نفس الأسماء نفس العمالة، فقط يتم التغيير من قحط إلى تقدم. ثم يأتي هذا الذي سابقا يقول نحن نهندس لوحدنا يأتي الآن ويتحدث عن حكومة السودان. أختم وأقول أن من واجب حكومة السودان أن تعتقل وأن تقدم التهم والأدلة والمحاكمات لكل من يتعاون مع هذه الميليشيا وكل من يطعن في هذا الجيش السوداني وكل من يساند هذه الميليشيا وكل من يكون عميلا مع الدول الخارجية، وأولهم هذا الصديق الصادق المهدي الذي نعم. يعني نحن لكنا الاحترام لوالده.